قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا أي شهيدا على خلقه، وكفى فعل ماضي، والفعل الماضي يحتاج إلى فاعل، الفاعل هو الله، فتكون الباء زائدة وكفى بالله وكيلا، فالباء حرف زائد تفيد التوكيد. والغالب في فاعل كفى، الغالب فيه في اللغة العربية أن يكون مزيدا بحرف الباء، وإلا فقد يأتي خاليا من الباء، كما قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، فيكون بالله الباء حرف جر زائد، الله فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. وكيلا أي شهيدا على خلقه فيما يقولون وفيما يفعلون. ومن بين وكالته عز وجل أنه وكيل على ما ينسبه هؤلاء، فهو عليم بهم ومحيط بأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، فلا يغيب عنه عز وجل مما يفعلون أو يقولون شيء، ويكون في هذا شيء من التهديد. ولذا قال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكما أنه عز وجل وكيل فهو يوكل، لكن وكالته عز وجل ليست كوكالة المخلوق محتاج إلى المخلوق، كلا، فإنك إذا وكلت شخصا فإنك بحاجة إلى معونته وإلى وقوفه معك، لكنه عز وجل في وكالته ليس كالمخلوق، لا يشابهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال: فقد وكلنا، وهذا فيه دلالة على أنه يوكل عز وجل.